بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، حبيب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ حصتنا النهاردة إن شاء الله مراجعة لصف السادس الابتدائي، مراجعة نحوية ترم أول وترم تاني اللي هنقابله ترم أول ترم تاني، مش هنسيبه إلا لما نعربه إعراب كامل. هبدأ مع حبايبي النهاردة وأقرأ لك القطعة: اعلم أن نعم الله علينا كثيرة، فقد هيأ لنا وسائل الحياة من سماء وأرض ونجوم. لاحظ ابني، لاحظ بنتي، اللي أنا بسكن الكلمات، ما بقرأش بضبط أواخر الكلمة يا أنوشة حبيبة أستاذك، أنا بسكن بحط سكون عشان ما تعرفش الإعراب، لأنها منافسة نحوية النهاردة وغيرها من النعم. وأصبحنا ننهل من بحره وبره، فمن واجبنا أن نؤدي حق الله بالشكر والإخلاص أملا في رضاه، ونفكر تفكيرا سديدا لاستغلالها لخير البشرية. حبيب قلبي، أنا هفتح الصوت وهطلب من حبيبي يجوني وابدأ بتسنيم بنتي. أيوة مستر. حبيبة قلبي، اعربي لي كلمة وسائل. وسائل حبيبتي اسم ولا فعل تسنيم؟ أين أنت؟ إزيك يا سلمى؟ أغلق الصوت حبيبتي. اسمع مستر، يلا تسنيم. ها، فقد هيأ لنا وسائل الحياة. مفعول به. عرفتها ازاي تسنيم؟ بالله عليك وعلي صوتك شوية. فقد فعل ماضي منصوب علامة نصبه الفتحة. برافو عليك يا حبيبتي، مفعولا به منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. حبيب قلب أستاذك، قلت لك قد وقد وفقد وكلمة لقد وسميناهم عائلة قد، هي حروف يا بابا تأتي لا محل لها من الإعراب. يعني إيه لا محل لها من الإعراب يا يوسف يا إسلام؟ حبيبي أي لا تؤثر فيما بعدها. تمام. هيأ جملة فعلية بابا، أدي الجملة الفعلية هو هيأ لنا وسائل الحياة. مين اللي هيأ؟ الفاعل ضمير مستتر، تقديره هو يعود على لفظ الجلالة الله. اعلم أن نعم الله علينا كثيرة، فقد هيأ لنا حبيب قلب أستاذك وسائل. يبقى وسائل مفعولا به. من اللي هيأ؟ الله. هيأ إيه؟ وسائل الحياة من سماء وأرض ونجوم لنا حبيب قلب أستاذك. شكرا لك تسنيم. تعالى لحبيب قلب إياد، لو قلت لك اعرب لي كلمة الحياة تتعرب ايه يا اياد؟ نعم يا مستر. حبيب قلب المستر يا بابا، يلا الحياة تتعرب ايه يا دكتوري؟ الحياة قول يا حبيبي. بص بتقول ايه؟ مبتدأ. يا راجل مبتدأ ايه بس يا راجل يا طيب؟ كده اياد بيرمي اي اجابه لصابت لخابت. حبيب قلبي اياد، اختك قالت ده فعل، استاذك قال الفاعل ضمير مستتر، اختك جابت المفعول به. يا حبيبي الجمله الفعليه اكتملت اركانها. يبقى يا بابا خلاص انا جبت الفعل والفاعل، يبقى هدخل بقى على المضاف اليه والنعت والكلام ده. ما تلاقيتش ألف ولام، وفي ألف ولام، ما دام تم المعنى يبقى مضاف إليه. إياد دي هايفة قوي يا إياد. إياد من النوع اللي قلت لك بياخد وقت عقبال ما يخش حبيبي على دماغي. يبقى يا إياد، أما نيجي نحدد إعراب كلمة قد أتمت الجملة أركانها، يبقى حبيبي هنخش في التوابع، توابع الكلمة الجملة يا حبيب قلب أستاذك. وسائل الحياة من سماء وأرض ونجوم. طيب أنا عايز إعراب كلمة سماء، أخد مين؟ أخد علي. تعال لي يا علي. نعم حبيب قلبي يا علي، كلمة سماء تتعرب إيه؟ فقد هيأ لنا وسائل الحياة من سماء وأرض ونجوم.
مجرورة على جر فاعل اتقالت ايه يا علي؟ سماء. اسم مجرور على جر الكسرة. اسم مجرور بمين اسم وعلامة مجرور جره الكسرة. شكرا علي حبيب قلب أستاذك. ناخد بعد علي حبيبي، ناخد هاجر باسم. باربي تعالي لي. وأصبحنا نعم يا نفس مستر. بحره وبره. حبيبة قلب أستاذك. لاحظ أستاذ خضر ما بيبصش في الأسئلة تحت. إحنا النهاردة بنعمل غربلة نحوية. حبيبة قلبي، طلعي لي فعلا ناسخا. الفعل الناسخ كان وأخواتنا، الحرف الناسخ إن وأخواتنا. طلعي لي أصبحنا أصبحنا، أصبح طلعي لي اسمه وخبره. اسمه هيبقى النون والألف. جميل. خبره، خبره ننهل. نوع الخبر. فعل. جملة فعلية. الله 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 عليكي، الله عليكي يا بنتي يا حبيبتي، الله عليكي. هاجر باسم، أحسنت وأصبت الهدف. أصبح فعلا ناسخا ناقصا يدخل على الجملة الاسمية، يرفع المبتدأ ويسمى اسمها، وينصب الخبر ويسمى خبرها. نا هنا هي اسمها، ننهل خبرها، وجملة فعلية ننهل نحن. نعرب يا بابا الأول ونقول ننهل فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. من حسن أن جاي لك. ننهل يبقى فعل مضارع مرفوع لعدم دخول ناسخ ولا جازم على ناصب ولا جازم عليه. ننهل والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. جملة ننهل في محل نصب خبر أصبح. جميل حبيبة قلبي، من بحره وبره. فمن واجبنا أن نؤدي حق الله بالشكر والإخلاص أملا في رضاه. أخذ مين بعد هاجر بعد الإجابة الشاملة الجميلة؟ ده جاي يوسف إسلام. المنافسة بدأت تشد أهي. تعال لي يا يوسف. كلمة حق تتعرب إيه؟ أحلى دكتور في الدنيا. يوسف، يوسف إسلام. نعم نعم حبيب نعم قلبي، نعم نعم حق حق يا حبيبي، اتفضل من فضلك. أنه فمن واجبنا أن نؤدي الحق. حق مين اللي هيؤدي؟ ما أنا عارف مين اللي هيؤدي. إحنا هنؤدي الحق. يبقى كده معنى كلمة حق إن هي هتكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إعراب حق مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. شكرا لك يوسف إسلام، مستر مستوى ثانية، رائع. عندي مستر حبيبي ما سؤال، حدش يقاطع عندي من فضلك. سؤال، شكرا، اتفضل حبيبي اتفضل. عندي سؤال بس حاضر حبيبي، في ثواني. بص يا يوسف، عشان النظام بتاع الفيديو بتاعنا، حبايب قلبي من فضلكم، احنا بعد ما هنخلص في اخر 5 دقايق اكتب لي اسئلتك. هبدأ بيوسف واسئلته. حبيب قلب استاذك. طيب ناخد لوجي حبيبة أستاذها. تعالي لي يا لوجا. فمن واجبنا أن نؤدي حق الله. الله تتعرب إيه يا لوجا؟ لفظ الجلالة أن نؤدي حق الله، هتبقى الله خبر أن يا حبيبة قلبي مضاف إليه. مضاف إليه شربات. جلالة مضاف إليه. مجرور وعلامة جره كسرة. برافو عليكي. أيوة كده حبيبة أستاذك، برافو. منا مصطفى تعاليلي. نعم يا مستر. حبيبة قلب أستاذك، طلعي لي فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب. نؤدي نؤدي. برافو. لماذا لماذا بقى؟ قولي لي ليه يا انوشه ليه؟ لأنه سبقها حرف ناصب ان. الله عليك يا انوشه، والله على الصف السادس في اكاديميه المستقبل يا ابني. والله حاجه جميله جميله جميله. ناخد مروه حبيبه استاذها. تعالي لي يا قنو. مرزقه مروه، مرزقه مرزقه. والله يا مروه بالشكر تتقلب ايه يا مروه؟ شوف سبحان الله. ها بالشكر
اسم مجرور علامة جره كسر. جميل، اسم مجرور بالباء من فضلك. اسم مجرور اسم بالباء مجرور بالباء لأن سبب وعلامة جره. الجر يا ابني حاجتين، لا إما الجر السبب فيه حرف الجر فنقول اسم مجرور بحرف الجر، لا إما السبب في الجر الإضافة. حبيبة قلب أستاذك لك كل الشكر والتقدير. تمام، بعد حبيبة قلبي مروة ناخد الدكتورة. الدكتورة منى حسن، تعالي لي. نعم يا مستر. القصص الجميلة اللي بنكتبها دي النشر، الإبداع اللغوي والخيال الجميل ده، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. حبيبة قلب أستاذك طلعي لي مفعولا لأجله. أملا طب بالراحة عليا، طيب اعربيه بقى كامل بقى. إيه؟ مفعولا لأجله منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. طب اعربي لي في رضا بقى برضه. إيه؟ يلا. في حرف جر رضا اسم مجرور بفيه علامة جره الكسرة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الله عليك، ما ابدعك ما اروعك، رائعه. واقول لك حاجه، في ودنك الشمال ده العادي بتاعك يا بنت، شطوره شطوره حبيبه استاذك والله اقسم بالله. شكرا انوشه. رزان رزان تعالي. ايوه يا مستر. حبيبه قلب رزان، غط على البنات دي، طلعي لي مفعولا مطلقا. نفكر تفكيرا. يبقى ايه، نفكر ولا تفكيرا؟ تفكيرا. تفكيرا نوعه بقى حبيبتي، بعد ما قلت لي مفعول مطلق منصوب بالفتحه، نوعه بقى مؤكد للفعل ولا مبينا لنوعه للنوع؟ مؤكد للفعل. حبيبه قلبي لو في هنا نقطه او فاصله يبقى مؤكدا للفعل يا دكتور، ما دام جاب لي بعدها نعت او مضاف اليه يا رزان يبقى مبين للنوع. رزان هو هنا بين نوع التفكير انه سديد، يبقى بين نوع انه تفكير سديد، تفكير عاقل. ونفكر تفكيرا سديدا، ونفكر تفكيرا عميقا، ونفكر تفكير العلماء، بعدين ضاف اليه اهو العلماء، ونفكر تفكير العلماء. معايا يا رزان؟ يبقى حبيبي قلب استاذك جا بعدها نعت او جا بعديها مضاف اليه يبقى ده مبينا للنوع. يا بابا بيبين نوع الفعل، وقلنا المفعول المطلق هو اسم مشتق من لفظ الفعل يأتي ليؤكد فعله أو ليبين نوعه. يبين نوعه بتيجي بعده نعت أو مضاف إليه. شكرا ليك لتحديدك المفعول المطلق. نكتب في دفتر الملاحظات بتاعتنا إن لو جه لوحده بعد نقطة أو فاصلة مفيش حاجة بعد المفعول المطلق يبقى مؤكدا للفعل. واعرفي حاجه يا رزان، انها تطلعي ثانويه عامه وتاخدي بلاغه وتاخدي اساليب التوكيد، ومن ضمنها المفعول المطلق المؤكد لفعله، ده من اساليب التوكيد يا حبيبتي. شكرا ليكي بنت حبيبتي. طيب ناخد بعد كده يوسف محمود، تعالى لي يا يوسف. نعم حبيبي، انا عايز كلمه لاستغلالها اعربها لي. يوسف لو انا وانت في مطعم النحو العربي هناكل الكلمه دي بالشوكه على طول ولا نقطعها بالشوكه والسكينه؟ لا نقطع بالشوكه والسكينه. هتقطع كام حته يا ولد؟ هتبقى كام حته قدامنا على الترابيزه؟ هتبقى كده الهاء والألف كده دول ضمير، يبقى هنقطع استغلالية استغلال لوحدها والهاء لوحدها والألف برضه لوحدها، 3 قطع. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، هذه كلها على بعضها اهي يا يوسف، والاستغلال وقطع لي لام الجر بقى، صح كده يا دكتور؟ يبقى صح. اما اجي اعربها بقى يبقى اللام حرف من حروف الجر، يبقى استغلال تتقرب ايه يا يوسف؟ اسم مجرور بحرف اللام وعلامة جره الكسر. طب وهاء ضمير مبني متصل في محل ضمير ايه؟ مبني جر مضاف اليه.
في محل جر مضاف إليه. يوسف أحسنت، أحسنت حبيبي. محمد هاني تعالى لي، اعرب لي كلمة البشرية. البشرية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الكسرة، الله عليك، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تعالوا بقى نشوف الاستخراج. أنا عايز مفعول لأجله جبناه، مفعول مطلق جبناه، خبر لفعل لازم جبناه، اسما لحرفا ناسخا. أنا عايز حبيبة قلبي سلمى. تعالي لي يا دكتورة سلمى، ايوه بس أين أنت؟ حبيبتي يا سلمى، حضرتك سامعني؟ حبيبتي، أيوه سامعك يا دكتورة طبعا. طلعي لي اسم يا بابا لحرف ناسخ. اسم حرف نازخ. حروف الناسخة هي ايه يا سلمى؟ إن وأن لعل لكن ليت، صح كده بابا؟ إن كان لكن ليت لعل. تمام. في حاجة هنا، إن أن كأن لعل لكن ليت، إيه؟ نعدي، نؤدي، كلمة نؤدي. حبيبة قلبي هنا ناصبة للفعل المضارع، قلت لك حبيبتي. الفرق بين أن الناصبة وإن وأن، حتى لو اتلخبطت حبيبتي في الشد والنطق، أن تخش على فعل مضارع بابا، أما إن وأن بتخش على اسم لأنه محتاجة اسمها، لأنها بتنصب اسمها. إن نعما، أهي يا حبيبتي إن نعما. يبقى أنا لما أشوف أن هنا دخل على فعل زي ده، يا منا يا حسن، يبقى دي ناصبة للفعل المضارع، ما اقولش عليها ناسخة واطلع اسمها بقى حبيبتي. طب يا مستر، ما ممكن يكون اسمها اتحذف. لا يا حبيبتي، الحرف مش بقوة انه يحذف اسم. لا يا حبيبتي، ما يخشش ناسخ حرف، ده يا دوب يغير في الحركة ويبقى كتر خيره، بس انه يحذف اسم ده، هو دخل عشان الاسم يبقى ازاي يحذفه؟ ده انا بقول لك كان عايز الخبر، إن عايز المبتدأ، وأخواتهما طبعا. يبقى إزاي تحذف اللي هي داخلة عشانه؟ حبيبة قلب أستاذك، شكرا ليك يا بطة، شكرا ليك يا قطة. إن السائح مستمتع بآثار مصر، فين هنا خبر إن؟ ناخد مين؟ طيب ناخد تعاتة سنين. تسنين حبيبتي، تسنين، أين الخبر وما نوعه في الجملة دي يا بنتي؟ الخبر مستمتع بآثار مصر. مستمتع، نوعه إيه؟ مفرد ولا جملة اسمية ولا جملة فعلية ولا شبه جملة جر جملة ومجرور فعلية. ولا شبه جملة؟ تسليم سامعك والله يا بطة، أنا عارف والله إن أنت مريضة النهاردة، أنا آسف، بس معلش. مستمتع دي بقى اسم ولا فعل؟ فعلية بس. لا، طب حط الألف واللام كده يا تسليم، جملة فعلية. حط الألف واللام. المستمتع، حط أي تنوين، مستمتع، مستمتعا، مستمتع، يبقى حبيبتي دي جملة اسم. فعلية بس. لا يا حبيبتي، يبقى خبر مفرد، خبر مفرد، لأنه اسم ليس به ضمير. أنا ما أقولش يستمتع، ده مستمتع، أنا ممكن أقول المستمتع. معايا تسنيم؟ ممكن أقول مستمتعا، مستمتع، مستمتع، يبقى دخل عليها الألف واللام، وكمان ممكن أدخل تنوين، ده واحدة من دول خلاص ثبت إنه اسم، اسم وما فيهوش ضمير، يبقى خبر مفرد يا بابا. خلاص يا تسليمه، شكرا ليكي. تعالى يا اياد،
أصبحنا سعيدين بعد النجاح. نعم يا مستر. أصبحنا سعيدين بعد النجاح، خد بالك من الجملة دي، الجملة دي فيها تأكيدين. احذف الناسخ وعدي. سعيدان. طيب هنقول هنا ايه حبيبي بعد ما شلنا اصبح؟ فين اسمها الاول؟ احدد اسمها اللي هيبقى المبتدا. نا نادي يعني نحن، بس لما تيجي تتصل بالفعل ركز معايا واكتب يا ابني تكاتك. نا هنا حبيبي بتساوي نحن، بس لما تبقى الوحيد يبقى هنشيل أصبح ونقول نحن. نحن سعيدان، برافو عليك، بعد النجاح. مستر نحن جمع. ليه يا بطه يا حبيبه قلبي؟ اسمعيني يا بطه، اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني يا قطه. أنا كضمير متكلم للمفرد والمفردة، اكتبها يا باربي. نحن للمثنى والجمع، فهمتها يا باربي؟ يعني أقول نحن طلاب ونحن طالبان، فهمتها حبيبتي؟ يبقى نحن ضمير متكلم للمثنى وللجمع. مستر انت عارف مستر ان ده جامع وانت عارف ان هو مثنى. حبيبتي حبيبتي قلبي زدني شرف يا بابا، اكتبيها يا حبيبه قلبي تكه. ونبص كده في كتاب حبيبتك اختك حبيبتك سمسمه الترم الاول في سنه رابعه، هتلاقي ان نحن للمثنى وللجمع، مش عيب اللي انا بص بصه. شكرا ليك يا حبيبتي باربي، وتعالي لي يا بطه. تعالي لي يا هاجر، هاجر باسم. نعم يا مستر. تعالي لي يا حبيبتي وبعد كلوجي على طول. نحن مؤدبون دائما، دخلي لي عليها كان يا بابا. كان كنا مؤدبين دائما. الله عليكي الله عليكي يا قطه، الله عليكي يا بطه، شكرا ليكي باربي حبيبه استاذك. تعالي لي يا لوجي يلا. ايوه يا مستر. يلا حبيبتي دخلي عليها ان نحن مؤدبون دائما. ان نحن مؤدبين دائما. ده انت دخلتي الدنيا كلها في بعض يا لوزو. كده ان خلاص ان ونشد ان ونشد النون ونطلع بالف ان اهي اننا او اننا براحتك، الاثنين صح. اننا مؤدبين. لا مؤدبون زي ما هي بتغير المبتدا بس. ان فهمت بقى التكه؟ مؤدبون تنزل زي ما هي يا حبيبتي، لانها بتاعت كان، اختك باربي غيرتها مع كنا. فهمتها يا لوزه؟ لا. ازاي بس؟ يلا تعالي هنعمل دي كده، نشيل دي كده، نحن بتاعت المثنى دي والجمع دي. انا خلاص هغير اهو، نحن مؤدبون دائما. ان هي اللي هتتغير مع الناسخ، مؤدبون لو دخلت كان لانها بتغير الخبر. خلاص يا لجين. فاختك قالت لي كنا مؤدبين دائما. خلاص، لان مؤدبون دي بتاعت كان. طيب اما دخل ان ما تقربش من مؤدبون بتاعت كان، عشان ما تحصلش حرب بين النواسخ وتلاقي الكلمات تتنطر ونقعد ندور على الحروف والنقط. ينفع؟ لا، انا دخل ان بس، قلت ان انا قلت ان وشديت النون وحطيت الالف الاثنين صح يا بابا. مؤدبون سيبها زي ما هي، ده بتاعت كان، اوعي اوعى عشان ما يتشكلوش مع بعض.
خلاص حبيبة ماشي. قلبي، شكرا للوجة. تعالى لي طب يا علي. ده إذا يا مستر، كلمة إنسان تتقرب إيه؟ علي تمام. كلمة إنسان تتقرب إيه؟ هتكون اسم كل حبيب قلبي. كل اللي بيجي بعد كل بيبقى إيه يا علي؟ قلنا كل ومعظم وجميع وبعض وسوى وغير وذا وذي وذو. ما بزهقش يا ابني من اللي انا اقولها. اللي يجي بعد اي واحده من دول حبيبي يبقى مضاف اليه، مجرور وعلامه جره. اوعى حبيبي تقول لي هنا ده في الف ونون يا مستر يبقى مثنى. الالف والنون اصليه، مش علي علي حبيبي اللي يغلط غلطه زي دي طبعا. وعلامه جره الكسره لانها مفرد. يبقى اللي بيجي بعد كل ايه يا علي؟ مضاف اليه. اكتب يا علي. اللي بيجي بعد كل ومعظم وجميع وبعض وسوى وغير وذا وذي وذو اللي اخذناه في الاسماء الخمسه، اللي هنراجع الكلام ده كله برضه يوم الحد القادم ان شاء الله. حبيب قلبي يبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جره، ودور على علامه جره تبع عدد. شكرا لك علي، شكرا حبيبي. منا مصطفى. نعم يا مستر. هواءه تتقلب ايه يا بطه؟ هواءه مضاف اليه منصوب علامة نصبه الفتحه. تبقي صح يا حبيبتي لو استنشق دي اسم. يبقى هواءه يا حبيبه قلبي استنشق ايه هواءه؟ بس لو مفعول به يا مثلا فعل الاتي به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ما سمعتهاش يا النوشه. مفعولا به منصوب علامه نصبه الفتحه. جميل يا حبيبه قلب استاذك، جميل يا اصل انا مثلا بتلخبط ما بين المفعول وقفنا به على فعل. وقفنا على فعل وسالنا ايه اجيب مفعول به، وقفت على اسم وسالت ايه اجيب المضاف اليه. شكرا ليك حبيبتي. وبنتي حبيبتي قالت لي ده مضاف اليه، عارفين ليه؟ قلت لها برافو عليكي مع انها اجابه خاطئه، لانها عرفت ان هواءه. ركز في التكه دي، ركز في التكه دي منا مصطفى اللي منا حسن اللي جاي. لان هواءه كان فيها الف ولام، لانها معرفه بالاضافه يا ابني. لان المعرفه قلنا لا اما معرف بال، كلنا نكتم الصوت يا اولاد اللي اقول له تعالى بس، لا اما معرف بال، لا اما معرف بالاضافه لضمير او لاسم ظاهر او علم انسان او اسم انسان او بلد او شهر. هنا معرف بالاضافه لضمير يا ابني. يبقى العليل تتعرب ايه منا يا حسن؟ نعت منصوب علامة نصبه الفتحة. الله عليك يا أجمل دكتورة في الدنيا، لأن النعت يتبع المنعوت. ودي معرفة يا ابني، ودي معرفة يا حبيبي، بس دي معرفة مستوردة معرف بالإضافة، ودي معرفة محلية معرف بقال اللي متعودين عليها، متعودين عليها ومتربيين عليها من عاداتنا وتقاليدنا. الألف واللام يبقى الاسم معرفة حبيبة قلبي. هنا بقى دي المستوردة الجديدة بقى، المعرف بالإضافة. معرف بالإضافة وبعدين معرفة يا حبيبتي يبقى نعت. واسأل نفسي هو ممكن الهواء يبقى عليل صفة من صفاته؟ آه يبقى نعت. شكرا ليك حبيبتي. وعاش على أرضه الطيبة. يعني افهم من كده يا مستر إن كلمة الطيبة نعت. شاطر. أرضه تمام. بس هنا النعت هيبقى مجرور. ليه؟ لأن المنعوت أرضه مجرور بحرف الجر على. هقول تاني. بنت حبيبتي منا حسن قالت لينا كلمة العليل نعت منصوب، لأن بنتي الغالية منا مصطفى قالت لي هواءه مفعولا به بعد معاناة، بعد ما كانت تظن أنه مضاف إليه. شاطرة حبيبتي. مستر هو أنا اتلخبطت ما بينهم. العليل نعتا منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. حبيبة قلب عارف مستواكي وانت فوق الوصف.
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، ده أنا بضرب مثل. على أرضه الطيبة، الطيبة نعت هنا يا حبيبتي، لأن أرضه كأن فيها ألف ولام يا حبيبي يا ياسين، جاي لك يا ياس أهو، كأن فيها ألف ولام، يبقى دي نعت يا حبيبتي لأن فيها ألف ولام، ودي بقى قبلها كأن في ألف ولام تبقى دي نعت. هو ممكن تبقى صفة من صفات أرضه إن هي الطيبة؟ آه. يبقى نعت مجرور ولا مرفوع ولا منصوب؟ أعرب المنعوت، مجرور بحرف الجر، يبقى ده نعت مجرور وده نعت منصوب، يبقى ده نعت منصوب وهنا الطيبة نعت مجرور. نهد بتاعت علي دي عشان تبان. أهي يا حبيبتي. ولهذا صار واجبه السعي إلى رقيه. تمام. أنا بقى لو جبت الجوكر وقلت لك تعالى لي. يوسف اسلم تعالى بابا. يوسف اسلام. طيب. نعم يا مستر. نعم حبيبي. نعم. حبيبي يوسف اسلام جاي أهو. شكرا حبيبي تعالى لي بابا. ولهذا صار نعم. واجبه السعي إلى رقيه. أعرف نعم. كلمة رقيه. أحد. أحد. اسم مجرور بعد إلى وعلامة وعلامة، بس ده كلمة رقي بس، الهاء لأ. أيوة كده. اسم مجرور أيوة بعد كده. إلى وعلامة جره الكسرة لأنه مفرد، والهاء هذا غير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. الله. أيوة كده. ده يوسف إسلام 10 من 10. جميل حبيبي. أمال أنا لو جبت حبيبي يوسف محمود عشان يغطي على يوسف إسلام ويقول لي كلمة فرد تتقرب إيه؟ حب الوطن فرد. قول يا حبيبي. يوسف انت معايا؟ فعل امر. فعل امر. لا يا راجل، فرض حط الالف واللام. الفرض. عارف انت قلت ليه فعل ماض فعل امر حبيبي؟ امر. لان انت تعاملت مع الكلمه الوحيده، ما قلتهاش في السياق. بيقول لك حب الوطن فرض على كل انسان، يبقى فرض هنا خبر يا دكتور، ما حب مبتدا والوطن مضاف إليه نكرة ومعرفة، حدد ما قبله. هو حب مصر ولا حب الدين ولا حب الصلاة ولا حب بابا ولا حب ماما ولا حب أكاديمية المستقبل ولا حب إيه بالظبط؟ حدد لك ما قبله إذن فهو مضاف إليه. يبقى حبه مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الوطني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، فرض ده خبر حب يا بابا، ونوع الخبر مفرد. حبيب قلب أستاذك. تمام. نكمل مع بعض. شكرا لك يوسفاية. عايزين خبر لمبتدأ يوسف طلعها اهي، واذكر علامة إعرابه قلناها مرفوع بالضمة، خبر لفعل ناسف وبين علامة إعرابه. ده سؤال مفتوح للناس كلها، اللي يعرف يرفع إيده. أنا عارفة يا مستر. قولي يا باربي. ثانية واحدة بس يا مستر. مستر أعرب أهني كلمة يا مستر. طلعي لي خبر لفعلة ناسخة. حاضر. مستر وأنا ممكن أقول؟ إدي فرصة لباربي يا حبيبي. الخبر يا مستر الخبر هيكون السعي. الله عليكي. حد عارف نوعه؟ مفرد يا مستر. السعي. برافو عليكي حبيبه قلب استاذي، خبر للفعل الناسخ. برافو عليك. امال واجبه تتعرب ايه؟ مين اللي يعربها؟ ها
هاخد منها مصطفى. يلا. ما عارفه برضه يا مستر الاجابه. نعم يا مستر. واجبه تتعرف ايه بقى يا بنت؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهاء متصل. لو ما فيش صار يبقى مبتدأ، بس ما دام دخل الصار يبقى اسم صار يا بنت. اسم صار، اسم صار، اسم صار مرفوع وعلامة رفعه مرفوع علامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل في محل رفع، في محل جر مضاف اليه، في محل جر مضاف اليه حبيبتي. في الضمير المتصل ما قلتش رفع، قلت في محل جر مضاف اليه. لو كان متصل باسم في محل نصب مفعول به، لو متصل بفعل في محل جر اسم مجرور، لو متصل بحرف جر في محل نصب اسم ان، لو متصل بحرف ناسب. حبيبه قلب استاذي شكرا ليك، تعالى لي يا عبد الرحمن. عبد الرحمن مستر، عبد الرحمن خرج من المجموعة. خرج؟ طيب تعالى لي يا سلمى. ايوه مستر. المؤمن نقط، نقط اكمل بخبر جملة، اي جملة اسمية او فعلية، انا ما حددتش. المؤمن